السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درس اليوم بعنوان سأحاول من جديد، ولكن قبل شرح الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. نبدأ أولا بقراءة الدرس ثم الشرح والانتقال بعد ذلك إلى شرح الفاعل والمفعول. سأحاول من جديد. هيا يا أمي، سأتأخر عن تمرين السباحة. أنا مستعدة يا بسنت، ولا تقلقي، فما زال هناك متسع من الوقت. أعرف يا أمي، لكنني أشعر بالاضطراب والقلق لاقتراب موعد البطولة، فكم أحلم بالفوز والصعود لبطولة الجمهورية. ضمت الأم ابنتها قائلة: أعرف أنك تنتظرين هذه اللحظة بلهفة شديدة، وأدعو لك بالتوفيق والنجاح. تحركتا معا إلى التمرين، وبدأت بسنت في تدريبها بجد واجتهاد، وشجعها مدربها قائلا: أنت أمل هذا النادي يا بسنت، أعلم أنك ستحققين نجاحا باهرا وستحتلين المركز الأول في البطولة. ابتسمت بسنت ابتسامة مليئة بالقلق، وسرحت بخيالها متسائلة: هل أنا بالفعل أستحق الفوز؟ هل أنا مستعدة وجاهزة للسباق؟ قطع المدرب فكرها قائلا: أوصيك يا بسنت بالنوم مبكرا اليوم، وتناول فطورك في الصباح، والحضور غدا في موعد البطولة، سأكون في انتظارك. فهزت رأسها بالموافقة، وتحركت هي وأمها عائدتين إلى البيت. في المساء كان حديث الأسرة كله عن البطولة غدا، وكيف سيستعدون لها، ومن سيذهب للتشجيع وغيرها من الترتيبات. لكن بسنت كانت شاردة الذهن، فهي أول بطولة لها، وأفراد أسرتها ومدربوها يضعون آمالهم عليها. قطعت الأم تفكير بسنت قائلة: أنت في احتياج للاسترخاء والنوم مبكرا كما أوصى المدرب. دخلت بسنت غرفتها وقد انتابها الأرق، فجلست تتسلى بهاتفها وتشاهد أفلاما وثائقية عن البطولات المحلية والعالمية حتى الفجر، ونامت من التعب. وأيقظتها أمها بعد ساعتين، ورفضت أن تتناول فطورها لشعورها بالغثيان، وانطلقت إلى مكان البطولة مسرعة حتى لا تتأخر. فتعجب المدرب من شكلها، فعيناها يبدو عليهما التعب وجسمها منهك، ولم يعد هناك متسع من الوقت الآن، وعليها أن تستعد للسباق. بالفعل بدأت السباق، لكنها توقفت في منتصفه وطلبت الانسحاب، فتعجب أهلها ومدربها مما يحدث، فهذا لم يكن الأداء الذي اعتادوه منها. خرجت من المسبح آسفة على ما فعلت حزينة، واعتذرت لمدربها وطلبت العودة سريعا إلى البيت. دخلت غرفتها وهي تبكي لضياع حلمها، وقالت: لن أمارس السباحة ثانية ولا أي رياضة أخرى، فأنا لا أستطيع النجاح في شيء. قطعت أمها هذا الكلام السلبي قائلة: هل تتذكرين يوم فوزك بالميدالية الذهبية العام الماضي، ويوم حصولك على المركز الأول بالمدرسة في مادة العلوم، ويوم كذا ويوم كذا؟ فنظرت بسنت بابتسامة رقيقة وقالت: إذا ما الذي جرى يا أمي، وكيف فشلت هذه المرة؟ فردت الأم قائلة: الحياة يا بسنت مكسب وخسارة، ويجب أن نتعلم من أخطائنا لنتجنب الوقوع فيها المرة المقبلة. قالت بسنت: أنت محقة يا أمي، سأحاول من جديد وسأتعلم من أخطائي وسأنجح وأحقق حلمي. نشرح الدرس مع بعض. الدرس بيبدأ بالأسرة في البيت، والبنت بتنادي على أمها وبتقولها: أنا هتأخر على تمرين السباحة. الأم بترد عليها وبتقولها: أنا مستعدة يا بسنت، ما تقلقيش، لسه في متسع من الوقت، لسه عندنا وقت كفاية. بسنت بتقول لمامتها: أعرف يا أمي، بس أنا أشعر بالاضطراب والقلق، حاسة بالخوف والقلق. إيه سبب الاضطراب والقلق ده؟
بسبب اقتراب موعد البطولة. هي بتحلم انها تفوز وتصعد لبطولة الجمهورية. الام ضمت بنتها وقالت انا عارفة ان انت بتستني اللحظة دي بلهفة شديدة، وانا بتمنى لك التوفيق والنجاح. طلعوا مع بعض على التمرين. بدأت بسنت في التدريب بتاعها باجتهاد، والمدرب بتاعها بيشجعها. المدرب بيقولها انت امل النادي يا بسنت، انا عارف ان انت هتنجح نجاح باهر وتحتل المركز الاول في البطولة. ثقة المدرب فيها ده خلى بسنت ابتسمت ابتسامة مليئة بالقلق، قلقانة هل هي على قدر هذه المسؤولية ولا لا. سرحت بخيالها وسألت نفسها هو انا فعلا استحق الفوز؟ انا مستعدة وجاهزة للسباق، يا ترى انا مستعدة؟ بدأ القلق ينتابها، بدأت تحس بالقلق. المدرب قطع التفكير بتاعها وقال انا هوصيكي يا بسنت. المدرب وصاها بالنوم مبكرا اليوم، انها تنام مبكر النهاردة، تنام بدري ما تسهرش، وكمان تتناول الفطور بتاعها في الصباح وتيجي في ميعاد البطولة، وانا هكون في انتظارك. بسنت هزت راسها بالموافقة ورجعت هي وأمها إلى البيت. في المساء الأسرة كلها كانت مجتمعة وبتتكلم عن البطولة اللي هتكون غدا وإزاي هيستعدوا ليها ومين اللي هيشجع وغيرها من الترتيبات اللي بيستعدوا لها من النهاردة. بسنت كانت شاردة الذهن، سرحانة بتفكر، خايفة من مسابقة بكرة. دي أول بطولة ليها، وأسرتها ومدربها يضع عليها آمال كثيرة. الأم قطعت التفكير على بسنت وقالت أنت يا بسنت في احتياج للاسترخاء، يعني أنت محتاجة للراحة والنوم مبكرا زي ما المدرب قال. بسنت دخلت الأوضة بتاعتها وقد انتابها الأرق. يعني إيه الأرق؟ إن مجالهاش نوم بالليل. فضلت تتسلى في التليفون بتاعها وتشوف أفلام وثائقية عن البطولات المحلية والعالمية لحد الفجر. بعد كده نامت من التعب، أيقظتها أمها بعد ساعتين، يعني نامت ساعتين بس ما لحقتش تنام، ورفضت إنها تتناول الفطور، ملهاش نفس تفطر لأنها عندها حالة غثيان، غثيان رغبة في القيء، ما عندهاش رغبة انها تاكل اي حاجة لانها هترجع. انطلقت الى مكان البطولة بسرعة علشان ما تتأخرش. المدرب استغرب من شكلها، باين على عينيها التعب وان جسمها منهك مرهق، بس خلاص ما فيش وقت، احنا لازم نستعد للسباق. السباق بدأ بالفعل، وبسنت توقفت في منتصف السباق وطلبت انها تنسحب مش هتكمل. المدرب استغرب وأهله استغربوا من اللي بيحصل ده، ما كانش الأداء المعتاد بتاع بسنت في التدريبات، كانت بتعمل أداء أحسن من كده بكثير. خرجت من المسبح آسفة وحزينة على ما فعلت، اعتذرت للمدرب وطلبت العودة للبيت بسرعة. رجعت البيت ودخلت الأوضة بتاعتها وهي بتبكي علشان حلمها اللي ضاع، وقالت أنا خلاص مش همارس السباحة مرة تانية ولا أي رياضة تانية، أنا لا أستطيع النجاح في شيء، أنا مش هقدر أنجح في أي حاجة. الأم قطعت كلامها السلبي وقالت أنت الأم دلوقتي هتشجعها، ألا تتذكري يوم فوزك بالميدالية الذهبية العام الماضي؟ أنت نسيتي أن أنت فزتي بالميدالية الذهبية السنة اللي فاتت، وكمان لما حصلتي على المركز الأول في مادة العلوم في المدرسة، ويوم كذا ويوم كذا. فضلت تجيب لها المواقف اللي كانت متفوقة فيها. بسنت بصت لمامتها وقالت إذا ما الذي جرى يا أمي؟ طب ما إيه اللي حصل وكيف فشلت هذه المرة؟ الأم ردت وقالت الحياة يا بسنت مكسب وخسارة، إحنا لازم نتعلم من أخطائنا علشان ما نوقعش فيها المرة المقبلة. بسنت قالت أنت محقة يا أمي، أنا هحاول من جديد وهتعلم من أخطائي وسأنجح وأحقق حلمي. نشاط واحد، فكر، تخيل أنك لم تحصل على تقدير جيد في الامتحان، بما ستشعر وماذا ستفعل حينها؟ لو أنت في الامتحان حصلت على درجة مش كويسة، أنت هتحس بإيه وهتعمل إيه وقتها؟ سأشعر بخيبة أمل،
سأحاول من جديد وأجتهد في دروسي ومذاكرتي حتى أحصل على تقدير جيد. نشاط 2. اقرأ واكتشف. استنتج معنى الكلمة الملونة من السياق واكتبه، ثم تأكد من المعجم. عندي فقرة فيها كلمات باللون الأحمر، من خلال السياق هعرف معنى الكلمات دي. ساعات قليلة وستبدأ مسابقة أوائل الطلاب. حاولت النوم لأنني منهكة طيلة اليوم في المراجعة، ولكن انتابني الأرق وشعرت بالغثيان، فقضيت معظم أوقات ليلتي بالحمام، وفي الصباح ذهبت مع أبي إلى المدرسة بالسيارة وليس بالحافلة حتى أتجنب الضوضاء وأحاول الاسترخاء. تمنى لي أبي التوفيق وودعته. عندي مجموعة من الكلمات عايز أعرف معناها إيه. حاولت النوم لأنني منهكة طيلة اليوم، يبقى منهكة معناها متعبة. انتابني الأرق وشعرت بالغثيان، الأرق والغثيان، الغثيان الرغبة في التقيؤ، والأرق السهر وامتناع النوم ليلا. ذهبت مع أبي بالسيارة وليس بالحافلة حتى أتجنب الضوضاء. أتجنب معناها أبتعد عن الضوضاء، أبتعد أتجنب أبتعد. اقرأ هذه التعبيرات وصل كل منها بالموقف المناسب. عندي مجموعة من المواقف وقصادها مجموعة من التعبيرات. بلهفة شديدة سرحت بخيالي، انتابني الأرق، آسفة على ما فعلت. والمواقف: اكتشف أبي أنني كذبت عليه، أنتظر جدي في المطار فلقد اشتقت إليه، أحلم بالميدالية الذهبية في بطولة التنس، أفكر في كيفية تنفيذ مشروع العلوم ليلة الليل. هنوصل كل تعبير بالموقف المناسب بتاعه. فين الموقف اللي بيدل على اللهفة الشديدة؟ أنتظر جدي في المطار فلقد اشتقت إليه. سرحت بخيالي، أحلم بالميدالية الذهبية في بطولة التنس، انتابني الأرق، أفكر في كيفية تنفيذ مشروع العلوم ليلة الليل، آسفة على ما فعلت، اكتشف أبي أنني كذبت عليه. حان الآن دورك لاستخدام هذه التعبيرات في جمل من إنشائك. عندي 4 تعبيرات مطلوب مني أننا استخدمهم في جمل من عندي. بلهفة شديدة، انتظرت عودة أبي من السفر بلهفة شديدة. سرحت بخيالي، وقفت أمام نهر النيل وسرحت بخيالي. انتابني الأرق، كنت أفكر ليلا وانتابني الأرق، آسفة على ما فعلت، كذبت على أمي ثم اعتذرت وقلت آسفة على ما فعلت. نشاط 2 بعد قراءتك القصة أجب عن الأسئلة الآتية. اختر الإجابة الصحيحة. ألف: تمارس بسنت رياضة. بسنت كان بتمارس رياضة إيه؟ الجري ولا السباحة ولا الغوص؟ السباحة. ب: أوصل مدرب بسنت بالحضور مبكرا بتناول الإفطار بكليهما. يعني هو أوصاها أنها تحضر مبكر ولا تتناول الإفطار ولا الاثنين؟ الاثنين بكليهما. جيم: شاهدت بسنت أفلاما وثائقية عن الحضارة، الرياضات المختلفة، كيفية الفوز. كيفية الفوز كانت أفلام وثائقية. 2. استخرج من القصة مضاد منتبهة، شاردة الذهن، جمع فيلم، أفلام. نشاط 2 جيم: استنتج من خلال قراءتك النص حالة وشعور بسنت في كل موقف. هنقرأ الموقف ونشوف حالتها كانت في ايه. 1. هيا يا أمي سأتأخر على تمرين السباحة، أنا مستعدة يا بسنت. ده كان ايه حالها؟ الاضطراب والقلق، كانت قلقة. 2. في المساء كان حديث الأسرة كله عن البطولة غدا وكيف سيستعدون لها ومن سيذهب للتشجيع وغيرها من الترتيبات. حالها في الوقت ده كانت شاردة الذهن. وانطلقت إلى مكان البطولة مسرعة حتى لا تتأخر، فتعجب المدرب من شكلها
كان حالها وشعورها إيه؟ التعب والإرهاق. 4. لن أمارس السباحة ثانية ولا أي رياضة أخرى، فأنا لا أستطيع النجاح في شيء. كان شعورها إيه؟ الفشل والحزن. 5. قالت بسنت: أنت محقة يا أمي، سأحاول من جديد وسأتعلم من أخطائي وسأنجح وأحقق حلمي. كان حالها وشعورها الأمل. نشاط 2 دال: أجب عن الأسئلة الآتية. ألف: ما الخطأ الذي ارتكبته بسنت قبل البطولة؟ إيه الخطأ اللي وقعت فيه بسنت قبل البطولة؟ لم تنم جيدا ولم تفطر في الصباح. ب: هل تدعم عائلة بسنت مسيرتها الرياضية؟ اكتب موقفا من القصة يوضح ذلك. الأسرة بتاعت بسنت كانت بتدعمها، ولو بتدعمها اذكر موقف. نعم تدعمها، فقد التفت الأسرة حولها لمواساتها عقب خسارتها، وشجعتها أمها على مواصلة المحاولة من جديد. جيم: اتخذت بسنت قرارات مختلفة بالقصة، اكتب أحدها وسبب اتخاذها هذا القرار. بسنت في القصة أخذت أكثر من قرار: قرار إنها مش هتمارس الرياضة مرة تاني، وقرارها إنها هتحاول من جديد. اختار أي قرار أخذته وإيه كان سبب اتخاذ هذا القرار. اتخذت قرارا بالمحاولة من جديد، إيه سببه؟ وذلك بسبب تشجيع الأسرة لها وإعادة ثقتها في نفسها. 3. لاحظ واكتشف. نشاط 3 ألف: اقرأ القصة ثم أجب. شكى تلميذ بعض زملائه لمعلمه. سأله المعلم: ماذا حدث؟ فقال التلميذ: لقد أخذ عليا الكتاب وكسر حسينا القلم. فقال المعلم متعجبا: أيعقل أن يسير الكتاب ويأخذ عليا؟ وما هذا القلم العملاق الذي يكسر حسينا؟ هذا كلام غير معقول. الكلمات في الفقرة ضبطها غير صحيح، لذلك تغير المعنى وتعجب المعلم. التلميذ بيقول أخذ عليا الكتاب، فعليا هنا مفعول به منصوب والكتاب فاعل، وكسر حسينا القلم، أي القلم هو من كسر حسينا، فالقلم مرفوع فهو فاعل، وحسينا منصوب فهو مفعول به. فتعجب المعلم: إزاي؟ نجيب عن الأسئلة لنفهم أكثر. حدد الفاعل والمفعول به في الجملتين الآتيتين: أخذ علي الكتاب، من الذي أخذ الكتاب؟ علي. ومن المأخوذ الكتاب؟ يبقى الفاعل علي والمفعول به الكتاب. كسر حسين القلم، الفاعل حسين والمفعول به القلم. بعد تحديدك الفاعل والمفعول به اضبطهما. اضبطهما أي نضع الحركات على الحرف الأخير. أخذ علي الكتاب، أخذ علي الكتاب. كسر حسين القلم، كسر حسين القلم. الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. من خلال الإجابات السابقة حدد الخطأ الذي وقع فيه التلميذ والذي جعل المعلم لا يصدقه. إيه اللي خلى المعلم ما يصدقش التلميذ، وإيه الخطأ اللي وقع فيه؟ الخطأ الذي وقع فيه التلميذ أنه رفع المفعول به ونصب الفاعل، فتغير المعنى تماما. 4. أعد كتابة الجمل كتابة صحيحة حتى يصح المعنى. هنكتب الجمل بطريقة صحيحة علشان المعنى يستقيم ويصبح مفهوما. أخذ علي الكتابة، هنا علي أصبح فاعل، هو الذي أخذ. كسر حسين القلم، حسين أصبح فاعل، هو الذي كسر القلم. الاستنتاج، نستنتج أن، يضبط آخر الكلمة حسب موقعها في الجملة، فيرفع الفاعل وينصب المفعول به، وهو يساعد على فهم المعنى الصحيح. ده أهمية إن احنا نضبط الكلمات ضبطا صحيحا حتى نفهم المعنى بدقة.
نشاط 3 باء، من خلال فهمك الأمثلة الآتية اضبط الكلمات التي تحتها خط حسب موقعها الإعرابي في كل جملة. أقامت المدرسة حفلا، موقعها في الجملة. كلمة المدرسة موقعها في الجملة إيه؟ فاعل. شرح المعلم الدرس، موقعها في الجملة. كلمة الدرس مفعول به. أحرز اللاعب هدفا، موقعها في الجملة فاعل. رسم الفنان اللوحة، موقعها في الجملة مفعول به. نضبط الكلمات، الفاعل نضع له ضمة، والمفعول به نضع على آخره فتحة. نشاط 3 جيم، حدد الفاعل والمفعول به من خلال فهمك المعنى واضبطهما في كل جملة. عندي 6 جمل، هكتب الجملة واستخرج الفاعل والمفعول وأضبطهم، يعني أضع الحركة على الحرف الأخير. أول جملة، صنع العامل سجادة. ضبطنا العامل مرفوع وسجادة منصوب، فالفاعل العامل والمفعول به سجادة. الجملة الثانية، أقام المهندس البناء. الفاعل المهندس والمفعول به البناء. كتب الرسالة الرجل. الفاعل الرجل والمفعول به الرسالة. زار المسؤول الموقع. الفاعل المسؤول والمفعول به الموقع. اشترى القلم الطفل. الطفل الفاعل والقلم مفعول به. صوب الخطأ المعلم. المعلم فاعل والخطأ مفعول به. انتبه، يتم تحديد موقع الكلمة وضبطها من خلال الفهم الصحيح، ولا يشترط تقديم الفاعل على المفعول به، فقد يأتي المفعول به قبل الفاعل. ايه معنى الكلام ده؟ انه هو لا يشترط الترتيب، ان يأتي الفاعل وبعد ذلك المفعول، لان في جمل زي الجمل السابقة اتى المفعول به قبل الفاعل. نشاط 3 دال، اضبط الفاعل والمفعول به في الجمل الآتية. هأضبط الفاعل والمفعول به في كل جملة. رتب الابن الغرفة. رتب الابن الغرفة. 2، طهت الطعام الأم. طهت الطعام الأم. تناولت الأسرة الإفطار. تناولت الأسرة الإفطار. زين الجدار الأبناء. زين الجدار الأبناء. أنهى الواجب التلميذ. أنهى الواجب التلميذ. أصلح العامل الكهرباء. أصلح العامل الكهرباء. ضبطنا الفاعل بالرفع والمفعول به بالنصب. نشاط 3ها، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية مع تصويب الخطأ. 1، زرع الفلاح الزرع. يا ترى الجملة مكتوبة بطريقة صحيحة؟ زرع الفلاح، الفلاح فاعل مرفوع بالضمة، والزرع مفعول به منصوب بالفتحة، يبقى عبارة صحيحة. صعدت الفتاة السلم. هنا الفتاة منصوبة يبقى مفعول به، والسلم مرفوعة يبقى فاعل، يبقى السلم هو من صعد الفتاة. غير صحيح، عبارة خاطئة. التصويب بتاعها صعدت الفتاة السلم، كده الفتاة هي اللي صعدت السلم. 3، يعمر الإنسان الأرض. من الذي يعمر؟ الإنسان فاعل، والفاعل هنا مرفوع بالضمة، والأرض مفعول به منصوب بالفتحة، إذن فالعبارة صحيحة. 4، استقل الراكب السيارة. السيارة فاعل، فهي من استقلت الراكب، لأن الراكب منصوب ومفعول به، فالعبارة غير صحيحة. التصويب بتاعها استقل الراكب السيارة، الراكب هو من استقل السيارة. نشاط 3 واو، اجعل الكلمات الآتية مفعولا به في جملة مفيدة مع الضبط. الكلمات اللي عندي عايز أخليها مفعول به في جمل من عندي. المال، أهدر المفلس المال. 2، المنزل،
نظفت الأم المنزل. المسألة: حل التلميذ المسألة. المحصول: جمع الفلاح المحصول. كده كل الكلمات اللي عندي وضعتها في الجمل على شكل مفعول به. نشاط 4: لاحظ وتعلم. ضع خطا تحت الجملة الصحيحة من كل مجموعة. عندي 4 مجموعات، كل مجموعة فيها عدد من الجمل. الجمل متشابهة ومختلفة في الضبط أو في مكان الفاعل والمفعول. المطلوب مني إن أنا أشوف الجملة اللي مكتوبة بطريقة صحيحة. أذاع المذيع خبرا، المذيع مرفوع وخبرا منصوب. أذاع المذيع خبر، هنا الخبر هو الفاعل، غير صحيح. أذاع خبرا المذيعة، الاثنين منصوبين، ما ينفعش. أذاع المذيع خبر، الخبر مجرورة، صعب. يبقى رقم 1: أذاع المذيع خبرا، أول جملة. 2: ألقى الشاعرة قصيدة. يبقى هنا قصيدة هي الفاعل، يبقى هي القصيدة اللي ألقت الشاعر، لا. ألقى الشاعر قصيدة، هنا في جر، غير صحيح. ألقى قصيدة الشاعر، يبقى هنا الشاعر هو من ألقى قصيدة. نتأكد من الجملة الأخيرة: ألقى الشاعر قصيدة. الشاعر مجرورة، ما فيش قبلها حرف جر، يبقى هي الجملة القبل الأخيرة: ألقى قصيدة الشاعر. 3: أضاءت الشمس الأرض. الشمس مجرورة، ما فيش قبلها حرف جر. أضاءت الشمس الأرض، الأرض مجرورة. أضاءت الشمس الأرض هي الجملة الصحيحة. رتب المعلم الصفوف، الصفوف هي اللي رتبت المعلم، غير صحيح. رتب الصفوف المعلم، المعلم هو اللي رتب الصفوف. آخر جملة: رتب الصفوف المعلم. الجملة الثانية: رتب الصفوف المعلم. نشاط 4B: أجب عن الأسئلة الآتية بجمل فعلية تشتمل على فاعل ومفعول به مع الضبط. عايز أجاوب على الأسئلة ديت بجمل فعلية يكون فيها فاعل ومفعول. متى تتناول الأسرة العشاء؟ تتناول الأسرة العشاء الساعة 7. الأسرة فاعل والعشاء مفعول. ماذا قدم الابن لأمه؟ قدم الابن لأمه الهدية. الابن فاعل والهدية مفعول. كم سؤالا أجاب عنه التلميذ؟ أجاب التلميذ الكثير من الأسئلة. التلميذ فاعل والكثير مفعول به. أين بنى العصفور عشه؟ بنى العصفور عشه فوق الشجرة. العصفور فاعل وعشه مفعول به. نشاط 4G: اكتب موقفا عن المثابرة والمحاولة باستمرار للنجاح مراعيا ما يلي: الكتابة الإملائية الصحيحة واشتمال الموقف على جمل فعلية مع ضبط الفاعل والمفعول به. مطلوب منك ان انت تكتب موقف عن المثابرة والمحاولة باستمرار للنجاح. احكي اي موقف في محاولة للنجاح باستمرار وعدم اليأس. هنكتب موقف: اغمضت فاطمة عينيها وتخيلت الزرع يملأ شرفة المنزل، فقررت أن تحقق ما تخيلته، فاشترت أدوات الزراعة والبذور، ولكن دون أن تعرف الطريقة الصحيحة للزراعة، ثم وضعت البذور في التربة، وانتظرت بلهفة أن تنبت البذور، ومر أسبوعان ولم تنبت، فجلست حزينة شاردة الذهن، فقالت الأم: يا فاطمة، حاولي مرة أخرى، وتجنبي أخطاءك. أعادت فاطمة المحاولة ونجحت نجاحا باهرا. دي فقرة عن المثابرة والمحاولة باستمرار للنجاح. الكلمات اللي باللون الأحمر فاعل، والكلمات اللي باللون الأخضر مفعول به. يبقى إحنا كتبنا القصة واستخدمنا فيها الجمل الفعلية وضبطنا الفاعل والمفعول، يعني الفاعل هتلاقي موجود عليه ضمة والمفعول به عليه فتحة. مثلا هنا كلمة أدوات تحتها كسرة مش فتحة، لأنه جمع مؤنث سالم، جمع المؤنث السالم بيكون منصوب بالكسرة.
غير كده هتلاقي الفاعل مرفوع بالضمة والمفعول به منصوب بالفتحة، لأن في بعض الجمل هيكون الفاعل ضمير مستتر زي ما أخذنا قبل كده. 5 شارك نشاط 5 ألف. النجاح ليس سهلا بل يحتاج إلى خطوات مرتبة لتحقيقه. اكتب بالمخطط التالي بعض خطواته واعرضها على زملائك في المدرسة. النجاح له خطوات علشان تقدر تحقق النجاح. يا ترى ايه هي خطوات النجاح اللي انت تعرفها؟ قولي لنا بعض منها واعرضها على زمايلك في المدرسة. عندي مثلا ايه؟ الالتزام، ده من خطوات النجاح. التعلم المستمر، الثقة بالنفس، التفكير بإيجابية، ما تبقاش إنسان سلبي، البدء بالمهمات الأصعب، الثقة في النجاح، يكون عندك ثقة في النجاح. دي خطوات النجاح. عندك أي خطوات تانية للنجاح اكتبها وابقى عرضها على زمايلك في المدرسة. نشاط 5 باء، تحدث مع زميلك عن موقف صعب مررت به ولم تنجح فيه وعبر له عن شعورك وتصرفك وكيف استفدت من هذا الموقف. تحكي لزميلك عن موقف صعب عديت به وما نجحتش فيه وازاي انت تصرفت واستفدت من الموقف ده علشان ما يتكررش مستقبلا. نشاط 5 جيم، مثل مع زميلك المواقف الآتية بعد أن تفكر في طريقة إقناع مناسبة لعدم الاستسلام. فكر مع صاحبك ازاي انتوا تقدروا تقنعوا الاشخاص اللي في المواقف اللي جاية بانهم ما يستسلموش. اول موقف عندي ولد يركب الدراجة وهو لا زال يتمرن فوقع على الارض واصيبت قدمه. تقنعه ازاي اني لازم يكرر التجربة مرة واثنين وثلاثة وده عادي طول ما هو لسه بيتمرن. 2 بنت حاولت استخدام الوان الماء في رسم لوحة تهديها لامها لكن الألوان انسكبت على اللوحة، تقنعها ازاي بعدم الاستسلام. 3 لاعب رياضي بعد خسارته قرر ألا يمارس الرياضة. انت وزميلك فكروا ازاي تقنعوا الأشخاص دول انهم ما يستسلموش. الولد هتقنعه انه هو لازم يتمرن وما فيش حد من أول مرة بيبقى ماهر في القيادة، والبنت هتجيب لوحة تاني جديدة ومش هتيأس، واللاعب هتخبره ان الحياة مكسب وخسارة وان مفيش حد بيسيب ممارسة الرياضة من مجرد خسارة واحدة. نشاط 5 دال، اكتب ما يملى عليك. فقرة الاملاء هي: لا يكفي الانسان ان يحلم فقط بالنجاح بل عليه ان يحرص على ان يكون على قدر الالتزام والجدية تجاه أحلامه ليصل إلى النجاح ويتحدى جميع الظروف. والشخص الناجح هو الذي يحارب لأجل حلمه ويحققه. بكده نكون انتهينا من شرح الدرس وحل التدريبات بالكامل. لو عندك أي سؤال سيبه لي في التعليقات. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا إعجاب بالفيديو وتشير الفيديو. شكرا لكم.